هاي المناسبة السعيدة راح نكون ممنونين من عندك علاوي. ليش؟ احنا نريد نبدل مشاعرنا بالوقت الحالي بسبب الظروف الحالية اللي نمر بيها والأزمة الاقتصادية اللي نمر بيها، وخوفا من العدوى والإصابة بفيروس كورونا قررنا أن نأجل كل مشاريع الحب والزواج والأمور اللي لها علاقة بالارتباط إلى إشعار آخر، حتى نحافظ على نفسنا، نحافظ على جيوبنا، نحافظ على قلوبنا، ونحافظ على مشاعرنا وحاسيسنا، وبالتالي راح يصير عندنا تراكم من المشاعر والأحاسيس. أي شخص راح يجينا بالوقت المناسب راح نفجر هاي المشاعر بوجهه وراح يحبنا بطريقة أسرع، وراح نكون صادقين لأن هذه المشاعر طالعة من صمصوم القلب، واصلة إلى صمصوم القلب، وبالتالي تؤدي إلى التقاء الصماصين ونصير واحد يحب الثاني. اسمع.